كانت البداية العام 2012 حينما وضع رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة حجر أساس بناء جامع الجزائر الأعظم. ومنذ ذاك ما فتئ السيد الرئيس يتابع ويقوم بزيارات تفقدية دورية للوقوف شخصيا على مدى تقدم الأشغال، وتعرف من خلال عرض مصور على مختلف المراحل التي تم قطعها في مسار إنجاز هذا الصرح الحضاري والمعلم الديني الذي يرمز إلى الجزائر المستقلة. السيد الرئيس طاف بعد ذلك بمختلف أرجاء قاعة الصلاة الكبرى التي تتسع ل 120 ألف مصلي للوقوف على المراحل التي بلغتها أشغال الديكور والتزيين الداخلي والاطلاع على نماذج من الزخرفة الإسلامية والمنمنمات التي ستوشح بها جدران وأقسام جامع الجزائر الأعظم. بعد ذلك انتقل السيد الرئيس إلى مصعد منارة المسجد التي تعانق السماء بطول 265 مترا وهي الأعلى في العالم، ليطل رئيس الجمهورية على العاصمة من الطابق 34 متوقفا عند جمالية المنظر، حيث الجزائر البيضاء تمتد على مدى البصر في صورة بانورامية بجميع أبعادها البحرية العمرانية والزراعية. جامع الجزائر الأعظم الذي يتربع على مساحة تتجاوز 27 ألف هكتارا والمتكون من قاعة للصلاة ومكتبة ومركز ثقافي ودار للقرآن يعتبر أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، ويصبو ليكون الواجهة التي تعكس في صورتها جزائر السلم والمصالحة حاضنة الإسلام الوسطي المعتدل الخالي من الغلو والتطرف.